اهلا بحضراتكم مع نجمنا. انا نجمنا بعشقه فعلا، لان انسان بسيط وانسان جميل وانسان مسامح وانسان خلوق كل حاجه، وصاحب صاحبه، فدي من الميزات اللي فيه كويسه قوي. وما زال لحد هذه اللحظه اللي انا بكلمكم عليها دي بيسال على كل كبير وعلى كل صغير. كابتن شطه، اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله بخير. بخير؟ الحمد لله. شطه في ايه؟ شطه ما في. عايزين نقول لسنه 20 شطه في دي يعني ايه؟ انت فاكر محمود حموده اللي هو كان زمان عندنا في الفرقه؟ كنا في قطر، وبعدين انت عارف قطر اللغه العربيه بتاعتها قريبه للسودان يعني. ايوه. فكان بقى واحد جه سال عليا، فسال حموده بيقول له شطه في؟ يعني شطه موجود؟ فقال له شطه ما في. فكل ما كان يكلمني في التليفون يقول لي شطه في شطه في، فانت لقطتها من وقتها. الكلام ده طبعا بقى له فتره طويله، لكن حقيقه يعني انا سعيد جدا ان انا حقيقه يعني جاي معاك في البرنامج ده يا كابتن مصطفى، لان انا حاسس قد ايه البرنامج ده بيأرخ بعض الامور الخاصه باللاعبين. نعم. اللاعبين الموجودين والرموز النادي، ودي حته مهمه جدا. انا اتمنى كل الحقيقه زملائنا يعني يحاولوا يضعوا على الاقل لمسه من لمسات وجودهم في النادي الاهلي، لانها جزء من تاريخ النادي الاهلي. اكيد اكيد. كابتن شطه، انت مكانك فين دلوقتي في النادي الاهلي؟ انا ماسك اكاديميه النادي الاهلي الحقيقه، بعد ما طبعا انا سبت الاتحاد الافريقي في 2018. فكرت اعمل ايه؟ بس ان انا كان عندي حقيقه كان اهداف كتيره جدا، فكرت في ان انا ابقى مستشار لبعض الاتحادات الافريقيه بحكم علاقاتي بيها، اعمل حاجه كده خاصه بكيفيه تطوير المدربين. لكن لما الحقيقه الكابتن محمود الخطيب ولجنه التخطيط عرضت عليا موضوع الاكاديميات ده، انا الحقيقه يعني ادي الاكاديميه اهيت. طبعا اكاديميه يا كابتن مصطفى، انا طبعا سافرت كل اكاديميات العالم، ما فيش اكاديميه اكبر من اكاديميه النادي الاهلي في مدينه نصر الشيخ زايد. انت بتتكلم بجد؟ في العالم، ولا في البرازيل ما شاء الله، ولا في المانيا، ولا في اليابان، اللي هي البلاد المتخصصه في الحاجات دي كلها، في الحاجات اللي هي مسؤوله عن الجراس روتس اللي هي المراعم، مسؤوله عن التطوير الناشئ الصغيرين. فانا عندي اعداد تفوق اعداد اكاديميات في اتحادات قاريه. يعني انا عندي في مدينه نصر وصلنا السنه اللي فاتت وقبلها ل 3000 لاعب. 3000 لاعب في اكاديميه واحده. طب هتودوهم فين كل دول؟ ما دول يا مصطفى، هل هتبيع الانديه ولا اعارات ولا ايه؟ هم ثلاث انواع بيشاركوا في الاكاديميه يعني. ولي امر عايز ابنه يمارس كره القدم في مكان نظيف، في مكان صحي، نعم، في مجتمع كويس، ابن النادي. في واحد عايز ابنه يلعب كره قدم، عايز ينميه وعايز يخليه يبقى كويس. في واحد بيدور على انه ابنه ده موهوب عايز تعتني بيه، عشان يعني عندك ثلاثة ليفل. ثلاثة ليفلز. كل ليفلز لوحده بقى، مش كل الليفلز دي زي بعض، كلها توصل تلعب كرة قدم. طبعا طبعا. احنا لو طلعنا من اي ليفلز في الفترة الأولانية مثلا باثنين ثلاثة لعيبة كل سنة، ده يبقى مكسب كبير يعني. انا بتكلم في المرحلة الصغيرة القاعدة بتبقى عريضة، ممكن تطلع 200 300، تطلع للمرحلة اللي بعدها اللي بقى لحد ما توصل مثلا 15 16، عايز لك على الأقل 10 15 يكونوا متفوقين على اللي في القطاع نفسهم. طب انت بالك قد ايه دلوقتي؟ انا بقى دي السنه الثانيه. من وجهه نظرك وانت كنت لعيب ولعيب مش قليل في النادي الاهلي، يعني كنت صاحب مهام خاصه وفي نفس الوقت طورت نفسك بقيت بلاي ميكر، بعد كده بدات انا عارف انت هتتعبني النهارده والله. عارف انت هتتعبني، ان عندي حاجات كتيره قوي عاوز اتكلم فيها. طيب من وجهه نظرك ممكن كام لعيب يوصل للفريق الاول الفتره اللي بعد كام سنه كده؟ كل ما القاعدة تبقى عريضة عندك الفرصة انك تاخد عدد لا بأس به، لكن المراحل السنية كل مرحلة بتحتاج لعدد معين. افرض دلوقتي القطاع محتاج لأربعة لعيبة بس في 15 سنة، مش هتقدر تاخد أكتر من أربعة. طبعا انت عندك 20 25، طبعا أفضل أربعة دول ممكن تختار منهم. اللي بيمشي ده ممكن يكون في واحد مع الوقت يتطور أفضل ويبقى تجيبه بعد كده من بره بعد ما يسيب النادي. دي حاجات طبعا معروفه من سنوات طويله، في لعيبه بتسيب النادي اتفاق مع الانديه الاخرى، ولا بتسيبه انت بقى خلاص؟ انا بسيبه خلاص، انا ما اقدرش ايد كل اللعيبه، ما اقدرش ايد غير عدد محدود. يعني ممكن تلاقي لعيب كويس قوي، انت لعيب مثلا نص ونص انت سيبته بعد 3 4 سنين تلاقيه بقى سوبر. طبعا دي حاجات معروفه في الفوارق الفرديه مع تطور طبعا دي وكده. لازم يبقى في اتفاق بين النادي وبين الانديه الاخرى بتاخد والله يا كابتن مصطفى، الاتحاد مش مريحنا في الحته دي. ليه؟ لان احنا طلبنا نقيد هؤلاء اللاعبين في مراحل سنيه مختلفه. قال لك لا، القيد منعوا القيد اكثر من 30 واحد في كل مرحله سنيه. طب وهل القيد ده على مستوى العالم ككله كده ولا؟ والله انا حقيقه انا سالت برضه قلت لهم يا جماعه لو في اكاديميه فيها 200 لعيب، ال 200 لعيب دول عايز ايدهم اعمل ايه؟ قال لك في نظام معين بيتعمل في حاجه اسمها
كشوفات اللاعبين الهواة، كشوفات اللاعبين المرحله السنيه الاصغر. لكن الاتحاد المصري دلوقتي بيعيد لكل نادي عدد معين من اللاعبين، فدي عامله لنا مشاكل. انا السنه دي مثلا في لعيبه من عندي راحت انديه تانية لما ما لقاش فرصه تروح الانديه عندي في النادي الاهلي طبعا، وده بحقه انا ما اقدرش امسكه. وحاولت انا يعني اتكلم في الموضوع ده مع المنطقه القاهره ومع المسؤولين هناك، فلقيت انه العمليه السنه دي في فكر جديد باذن الله ينفذوه، ان انا يدوا لي عدد معين 200 لعيب مثلا تحت السن مثلا يصلح يعني، فبالتالي دي هتفيدني انه اللعيبه اللي عندها مواهب اقدر احفظها بدل ما تروح مني بسهوله جدا. ما اقدرش انا كمان افرض عليها اي قيود.